السلام عليكم، عيد مبارك سعيد، والله يدخل عليكم الصحة والسلامة وطول العمر وكل ما تمنيتوا إن شاء الله. اليوم أنا جيت بغيت نرد غير على رئيس الدفاع اللي تكلم في الآونة الأخيرة، واللي ما كانش عندي الفرصة مع العيد وباش باش باش نرد عليه. غير اللي بغيت نقول لك السي عبد اللطيف، المشكل اللي عندنا هو مشكل الدفاع. يعني المشكل ديالنا هو أننا انتقدناك على اساس انك ما عطيتيش للدفاع 8 سنوات من التسيير بدون نتيجه. يعني تصرفات فيها اموال طائله تقريبا اللي كتفوق 35 مليار اللي تخسرات في ظرف 8 سنوات، يعني بالحجج وبالبراهين. ما كنهضروش من فراغ، في التقارير الماليه والادبيه راه كاينه العام اللي وصلتي فيه 6 مليار ونص، والعام اللي وصلتي فيه 5 مليار ونص، والعام اللي وصلتي فيه 4 مليار ونص، واللعابه اللي بعتي ازارو احداد واللائحه طويله. دونك حنا الموضوع ديالنا هو هذا، الموضوع ديالنا هو الرحيل والمحاسبه. انت جيتي انتقدتك، يعني اي واحد كينتقدك خاصك تنوض ترد عليه بالطريقه ديالك وبالاساليب ديالك. فاليوم انا غادي نرجع للاسطوار القديمه اللي كان وقع لي فيها المشكل معاك، اللي هو المشكل ديال التوقيع ديال العقد والطريقه كيفاش حيدتي بها العقد، والتدخل ديال العامل الاقليمي اللي كان السي معاذ الجامعي، واللي كان عندنا اجتماع وحلينا المشكل وتنازلت لك على 47 مليون بالحجاج وبالدلائل ياك، وهما الوريقات راه باقيين عندنا. باقي راه ما كنفرط في حتى شي حاجه، والتزمتي انك غادي تقسمهم ليا بالطريقه ديالك، وقلت لك ما كاين حتى شي مشكل، قلت لك قسمهم على 4 مرات وقسمتيهم، وجا الشيك الاول ودفعته لك ورجع لي ان بي، ومشيت على الوكيل الملك دخلت واتصل بيا عامل ديال الاقليم قال لي غتهز وريقاتك وغادي تمشي عنده غيخلصك دابا، ومشيت عنده وخلصتيني. حيت فاش كنت كنعيط عليك كنقول لك عرطيف خويا عطيني رزقي عطيني رزقي، الطريقه ديالك كتهضر بالطريقه ديالك. ملي دخل العامل عاد خلصتيني في الشيك ديالي. يعني الشيك فاش رجع خاص اللي يعرفوا الناس انه الشيكات اللي كيعطي واللي كيرجعوه راه كيتخلص عليهم 15% من القيمه ديال الشيك. انت اللي كتهضر على الازمه، هضر على قدر انك توفين مع الناس بالكلمه ديالك ملي تعطي واحد الشيك تخلصو. ثاني حاجه جا الشيك الثاني، يعني جات لاداد ديالو ما خلصوش ليا، جا الشيك الثالث لاداد ديالو ما خلصوش ليا ياك. انا ديجا انا ما ساكنش، ما شريتيش ليا ابارتمون في سيدي بوزيد، عمرني ما سكنت في سيدي بوزيد باش نوضح لك، فهمتيني. وما عنديش ابارتمون وبلا ما تعرف شنو عندي، فهمتي. حيت انا ملي ساليت الكره مشيت خدمت على راسي، ما كنتش كنتسنى شي واحد غيجي يصدق عليا، مشيت كنضرب تماره وكنخدم على راسي باش ما يجيش هذا النهار ليد الواحد يجي لي يتحكم بيا بالتيليكوم كيف ما بغى ياك. دونك حنا هذا الموضوع ديال سميتو حنا ماشي هو الموضوع ديالنا، حنا جينا كننتقدوا التسيير وكننتقدوا الطريقه ديالك التعامل ديالك كيفاش سميتو، بلا ما تجي كل مره فين ما يهضر معاك شي واحد ينتقدك تجاوبو بالطريقه ديالك، ولا فين ماشي صحافي يعطيك شي سؤال تجاوبو بالطريقه ديالك. لا سي عبد اللطيف لا، راك ما عطيتيش الفرقه والله يجعل البركه. راه كيف انا العاب القيشه ديالي دازت وساليت الكره ديالي ومشيت فحالي، ولا مسيري اللي داز وسالا ومشاو فحالهم، راه كل واحد عنده القيشه ديالو سالينا. كاين اللعاب اللي كيكون كيعطي بحال اللعابه ديال اللي مشاو اللي باغي تصيفط، ما بقاوش كيقدروا يعطيو للفريق، قلت كتشوف فيهم حتى الشوفه ديال انهم خاصهم يمشيو بحالهم. اذا حنا كجمهور كنشوفوا فيك الشوفه ديال انك خاصك تمشي بحالك، هذا هو اللي كاين. دونك ما كايناش شي حاجه اخرى، حنا ما عندناش شي مشكل معاك شخصي ولا شي حاجه اخرى، حنا المشكل اللي عندنا معاك هو الطريقه ديال التسيير ديالك، اللي كيفاش كتسير الفرقه طريقه ما كتليقش بتسيير الفريق. دونك حنايا ملي كتهضر لينا على المدرب اللي سميتو الاول اللي كانت عنده يعني هو اللي وصل الفرقه لهاد الحاله اللي فيها، راه انت اللي كتحمل المسؤوليه ديال انك انت اللي جبتي المدرب، انت اللي جبتي الشابي، وانت اللي سميتو انت اللي عطيتي الصلاحيه باش يصيفط اللي بغى ويخلي اللي بغى. دونك انت كتحمل المسؤوليه، ما تبقاش تقول لينا حنا شي حاجه اخرى. دونك نتايا القيشه ديالك دوزتيها الله يرضي عليك، فهمتي. وما ماشي انت اللي غادي تبدا تقول لينا انا غنجيب هذا، جيبوا لي رئيس نشوف هذا الرئيس ونشوف المشروع ديالو، راه ماشي انت اللي غادي تشرط علينا انك تشوف الرئيس وتشوف المشروع ديالو. فاللي كنطلب منك انك صافي ساليت القيشة ديالك عبد الطيف، بارك عليك الله يجعل البركه. حنا راه ما بيننا وبينك حتى شي حاجه، حنا اللي غنقولوا لك هو ان خلينا الفرقه ديالنا، رجع لولاد البلاد رجع لهم فرقتهم، حنا باغيينها فرقتنا ما باغيين حتى شي حاجه اخرى منك.
وانا باش تقول لي سير دوز الدبلومات واجي تخدم ولا سميت، وانا ما باغيش نخدم اسيدي معاك. انا كنمشي نخلص راسي كنمشي ندوز لي ديبلوم ديالي، واسيدي ما باغيش نخدم، واخا تزيد 20 عام اخرى والله لا خدمت معاك، فهمتي؟ ما باغي حتى شي حاجه اخرى. انا لا نقول لك، انا اللي كيهمني هو ترجع الفرقه لمواليها، هذا هو المهم في هذا الشيء كامل، فهمتي؟ واللي خاصو يكون، يعني اللي خاصو يكون لجات هاد اللجنه ديال الانقاذ ولا الدخل العام الاقليم، اللي خاصو يخفض يتخفض من انخراط ويتحل الباب انخراط، يعني لكل شيء ينخرط، حيت هادشي اللي كنشوفو فيه ديال 44 منخرط ولا 40 منخرط اللي كاينه، وكتبقى الدور بيناتهم بحال هكا ويعزلوا الرئيس اللي بغاو ويديروا في الدفاع ما بغاو، راه حرام. فالميساج ديالي للعامل الاقليم انه خاصو يتدخل في اقرب وقت باش يرجع لنا الفرقه ديالنا، وباش نحاولوا نرجعوا لفريق الدفاع الحسني الجديدي للمكانه الطبيعيه ديالو اللي هو قسم الوطني الاول. وشكرا.